شرفت وزيرة الثقافة والفنون سرايا ملوجي مساء أمس على مراسم إشارة انطلاق تصوير أفلام ورشة الجزائر بحب بالمركز الجزائري لتطوير السينما بالعاشور. وكانت هذه الورشات قد نظمت سابقا بدار عبد اللطيف تحت تأطير المخرج رشيد بن حاج، والتي ضمت 7 نساء من أصل 7 ولايات عبر كامل التراب الوطني. والتغطية كانت أكيد للزميلة فلهلي. اليوم إذا نتشرف بالإعلان عن انطلاق تصوير 7 أفلام الجزائرية سينمائية قصيرة ل7 سيدات من 7 ولايات، وبذلك فإننا ننتقل من مرحلة الكتابة والتنقيح و يعني دراسة السيناريو إلى مرحلة الإنتاج. كل هذا يعني هذا المشروع هو بتنسيق من المخرج الجزائري القدير رشيد بن حاج الذي أشرف على التكوين ويشرف اليوم أيضا على مرافقة المخرجات الواعدات في مجال